دعاء خاص للشاب المرحوم محمد علي جميل زيتاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بسم الله الله أكبر. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم آته برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح له في قبره ومد بصره وافرش قبره من فراش الجنة يا رب العالمين. اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيه يا رب العالمين. اللهم أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وقل له ادخل الجنة من أي باب تشاء. اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم غمد روحه الجنة. اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم عوض شبابه في الجنة يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.